بعد القصه بتاع بس انتوا شيكابالا مش مسؤولين عن غيابه عن ما هو كان العقد ثلاثي، العقد ثلاثي شيكابالا واحنا والنادي البرتغالي، بما يعني ان انتوا ضامنين تواجده في السبورتنج، فان لازم هو حتى لو سبورتنج لشبونه بعتوا الفرقه تانية او اعاروا فرقه تانية هناخد، بس انا مش عارف دلوقتي ايه اللي هيحصل. هتاخد هناخد طبعا بس كان 100,000 يورو في كل سنه سنتين. كويس، لكن هو السؤال يبقى، لو شيكابالا عمل مشكله مع نادي سبورتنج لشبونه هل انتوا ليكوا دخل؟ لا احنا لا، يعني مش هندفع حاجه بالعربي، لا مش هندفع. بس طب وبقيت عقده وقيمه عقده مش عارف ايه وقتها. لا انا اتصور انتوا ما لكوش دخل، لانه ده انتقال نهائي. انا قبل كده يا كابتن مدحت عايز حاجه، انا عايز شيكابالا نفسه يخلص المشكله خلاص. حرام واحد في نفس في الموهبه وفي سنه السن ده، انت عارف الحاجه الوحيده هو 25 26 اعتقد 26 مش اقل من 26 اعتقد 26 تقريبا. السن ده الحاجه الوحيده اللي ما تتعوضش. سن لما هيعدي خلاص. يعني دخلت نادي الزمالك وعندي كام سنه ودلتش عندي كام سنه وخلصت مش هعرف اركع. فانا اللي نفسي قبل كل ده ان هو يخلص المشكله. لازم، ما ينفعش مع نادي زي ده عموما ان انا افضل سايبه كده، ما ينفعش. طب ما حدش حاول يتواصل من نادي الزمالك من رموز النادي باعتباره ابن بار؟ مش عارف ان هو علاقته كويسه مع الثلاثي الجميل اللي عندنا اللي تحت السن. واعتقد هم كلموا معاه، يعني شريف منير ومصطفى سيف واحمد مرتضى منصور. اللي هم علاقتهم معاهم متربيين. طب قال لهم ايه؟ لسه. حاولوا جيبوا لنا الاستاذ احمد مرتضى نفهم منه الحته دي بالذات. هو احمد قريب منه قوي يعني. انا عارف ان هو قريب منه فعلا. نفهم منه لانه الولد صعبان علينا كلنا هاني بيه الحقيقه، زي ما حضرتك بتقول، قلت كلمه حكمه، السن اللي بيعدي ما بيرجعش. خلاص يعني انت النهارده 26 بكره هتبقى 27 هتبقى 28. وعارف حضرتك بقى شيكابالا مع فرقه زي بتاعه الزمالك دي يكسر الدنيا مع الفرقه دي لو موجود معاك. طبعا يكسر الدنيا. وكان يعني في اثنين، هو وايمن حفني الاخر، يعني انا مع احترامي لراي الاخرين دول لا غنى عنهم لو موجودين. انا ايمن لما بيتعوض زي ما حضرتك كنت بتكلم اسماعيل يوسف دلوقتي او انذارات، انا كنادي الزمالك بخسر البلاي ميكر الحلو الجميل اللي له طريقه لعب بتوصلني باسهل باقصر الطرق. صحيح. شيكابالا موجود نفس القصه مع لعيبه هيقدر يخدم عليه، وما يخدم على خالد قمر، وهيخدم على بريف صلاح، وهيخدم على وعلى 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 صانع العاب. وبعدين مش هين يعني موهبته حرام ان هو يدفنها كده. طيب حرام. لكن فيما يتعلق بنادي سبورتنج لشبونه ما بعتلكوش انتوا لما تغيب عنه شيكابالا؟ لا خالص، ما بعتلكوش حاجه خالص. ما بعتلناش. لان احنا عندنا زي ما حضرتك بتقول وقت استحقاق اللي هو العقد او تطالبوا بيه، هنطالب ده حقكم، ده حقنا، لان الولد مش على ذمتكم. بالظبط كده. خالص يعني انت حضرتك لو عوزت اللاعب دلوقتي معاك هتتكلم مع سبورتنج لشبونه. بالظبط. ولو هم ما دفعوش الفلوس هبعت اقول لهم انتوا ما دفعتوش الفلوس ليه؟ لان انا طبعا مش قصتي ان هو على الورق اوفيشالي، مش قصتي ان هو يتغيب، ده هو بقى ايه قصته معاهم. نعم. لكن انا ليا ورق هتحاسب عليه لو ما جاتليش الفلوس. بالظبط، انا بتفق معاك تماما في المساله دي. طيب انتوا ما شاء الله تعاقدتوا مع نجوم كثير.